لا شيء أفضل من قضاء الوقت مع أعز صديقاتك، إلا إن كانت صديقتك أوليفيا. أترون ما أقصد؟ ماذا لو كنت تحبين عمل مقالب بأصدقائك في الهواء الطلق الجميل؟ جلبنا مقالب رائعة لك في هذا الفيديو. أخيراً، نهار إجازة للاسترخاء تحت الشمس. فيكي، تعالي هنا بسرعة، هناك حيلة رائعة أريد أن أجربها وأحتاج مساعدتك، أرجوك. حسناً، قفي هنا واحملي هذا. ممتاز، والآن سأقفز من خلالها إلى الماء. جاهزة؟ دعيني أخذ دفعة. 1، 2، و3. نلت منك. لنرى ما حدث بالحركة البطيئة. ماذا حدث؟ أنا مبتلة. أوليفيا، وهذه نهاية الاسترخاء. بعض المساعدة من فضلك؟ لقد توقعنا ذلك، وبالتأكيد استحقته أوليفيا. لديك أغصان متناثرة وبعض المال؟ لا تقلقي، سيرجع لك. هذه المنطقة الفارغة من الشاطئ هي المسرح المثالي للجريمة. لنبدأ الحفر الآن. كان عليك جلب رفش، هذا متعب. هيا مددي في الحفرة التي صنعتها، وغطي أطرافك وجذعك بالرمل. استمري، انتهينا تقريبا. لو لم يكن هناك ريح. تمام، اثبتي يا فيكي. تذكرين الأغصان؟ غطي رأس فيكي بها. وأخيرا ضعي النقود في الرمل ليبدو كأن أحدا أوقعها. حسنا، اجلبي الضحية يا أوليفيا. انظري، أحدهم أوقع نقودا. أتساءل إن كان سيعود لأخذه. سأخطفه لي. هل رأيت هذا؟ الرمل يتحرك. واه، سيعلمك هذا ألا تسرق النقود. لابد أن هذا مؤلم. شكرا على المقلب المخيف، لكني سأخذ النقود. لا يهم، الأمر يستحق. لماذا الكآبة يا بنات؟ يوم ممل؟ إنه يوم جميل، متأكدة أن هناك أفكاراً مسلية. لحظة، لدي أفضل فكرة. على بالك مقلب مثير يا فيكي؟ أعرف الطريقة المثالية للانتقام من أوليفيا. أنا معك طبعاً. لهذا المقلب تحتاجين وعاءً كهذا. املئي نصفه أو أكثر بالماء. ضعيه بين كرسيين في الخارج هكذا. هلي، ساعديني في وضع شرشفي على الكراسي. تحتاجين شرشفا طويلا كهذا ليغطي المنطقة بالكامل. من المهم أن يغطي كل المسافة للأرض، مخفيا الوعاء وأرجل الكراسي. أخيرا، اجلسي واستعدي لمقلب رهيب. أوليفيا، تعالي هنا. مرحبا بنات، تعالي اجلسي معنا، هناك مكان لك. أترون أهمية عمل المقالب في الهواء الطلق؟ إنها فوضوية. من المؤكد أن أوليفيا لم تتوقع هذا. أمل أنها جلبت غياراً. حسناً، انتهى أمركن. كيف فكرنا بهذا؟ مرحباً يا فتاة، أريني هذا المشروب لثانية. ماذا؟ تعالي هنا. تريدينه؟ تعالي وخذي. انتظروا حتى ترى فيكي ما أعددت لها، سيكون هذا رائعا. تريد عمل هذا المقلب؟ كل ما تحتاجه بعض النايلون ولاصق مزدوج. اختر بابا تمر به صديقتك. ضع اللاصق على جانبيه على مستوى طولك تقريبا. لا تنسى نزع الغطاء. والآن ألصق قطعة نايلون شفافا بينهما. ممتاز، أجل، هذا سقوط ممتاز. أشعر بالسوء لفيكي تقريبا، لكن الأمر مضحك جدا. أوه، سأنتقم منك يا أوليفيا. ها هي تتخلص من القمامة بكل براءة. سأذهب الآن.
بمجرد ذهاب صديقتك، ابدأي إعداد المقلب. بدلي قمامتها بكيس فارغ حضرته جانباً. لا أحد، ادخلي في الكيس من خلال الفتحة لتكون العقدة على رأسك. قرفصي وانتظري للسحر ليحدث. حسناً، آخر كيس. سأحرك هذا وحسب. يفضل أن تهربي. هل لاحظتِ وأنتِ تتناولين الغداء مع صديقتكِ أسوأ ما يمكن؟ أجل، لديها بالتأكيد بطاطا مقلية أكثر منكِ. ربما لن تمانعا إن أخذتِ واحدة منها. حسناً، سأخذ غيرها. تباً إنها شهية. لا تمانعين المشاركة، صح؟ أتعلمين ماذا؟ خذي كل الكومة، لا بأس. عيد ميلاد سعيد لي، شكراً. سأقوم فقط بتبديلها بسرعة. أجل، لا أمانع هذا. طيب، ابتسمي معي. أوه، ليست الزاوية مناسبة هنا. صورة أخرى. لحظة، هل تمانعين التقاط صورة لنا؟ ابتسموا. ها أنت ذا، شكراً. ماذا؟ كانت تلتقط صور سيلفي لها طول الوقت. هذا مزعج. لا بأس فيكي، سنلتقط أفضل صورة إنستغرام في يوم ما. هل أضحكتك هذه المقالب؟ شاهدوا الكواليس لمزيد من الضحك. إن كنت لا تكتفي من المقالب، لا تنسي الاشتراك بقناة 1-2-3-GO للمزيد من الفيديوهات كل أسبوع. شاركي الفيديو مع أصدقائك إن كنت تجرؤين. نراك قريباً.